السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو عن ابليكيشن موجود على الاب ستور تقدري تنزليه على موبايلك، هيساعدك جدا. الابليكيشن مهمته ان هو يخليكي شايفة كل الدكاترة اللي موجودين في المنطقة اللي حواليكي من غير ما تضطري انك تنزلي وتدوري عليهم. الابليكيشن ده اسمه فيزيتا، تقدري تنزليه من على الاب ستور عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كده، شكله حرف V. لما بيفتح اول حاجة بتظهر قدامكوا فوق كل التخصصات، عندك كل التخصصات اللي انت عايز تسألي عليها، مخ واعصاب، عظام، انف واذن، عيون، كل التخصصات اللي انت عايزاها. تحتيها هتلاقي المحافظات، المكان اللي انت موجودة فيه. انا هختار الجيزة وهختار 6 اكتوبر، وبعدين بعد كده شركات التأمين. انت لو عندك تأمين صحي زي ما انا عندي تأمين صحي يعني، بس للأسف مش موجود في فيزيتا، تقدري تختاريه لكل انواع التأمين الصحي اللي فيزيتا مشتركة فيها. بعد كده لو انت عارفة اسم الدكتور تقدري تكتبيه وتعملي بحث عن دكتور. ظهر قدامك دكاترة اهو، بيكتب عندك بيانات كلها للدكتور، يعني مثلا خلينا نختار اول دكتور كده نشوف ايه اللي مكتوب عنه. مكتوب عنه انه يوم الاربع مواعيده من الساعة كذا للساعة كذا، بيانات الدكتور، بيعالج علاج تخصص لعظم اليد، الكشف 200 جنيه، تقييمات، الناس قيمته بايه، وهكذا. وتقدر تشوفي باقي الدكاترة برضو، كل دكتور مكتوب عنه البيانات دي كاملة. خليني مثلا اجيب حاجة تانية ندور عليها، زي ما انا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الحروق، فاحنا ممكن نجيب مثلا الجلدية، مثلا امراض الجلدية نشوفها. وهعمل بحث. ظهرت عندي مجموعة دكاترة قدامي اهي، زي ما قلت لكم هيبقى ظاهر لكل دكتور الكشف بكام، مواعيده من الساعة كام للساعة كام، وهكذا. عندك تحت هنا المفضلات، المفضلات دي اللي هي الدكاترة اللي انت فضلتيهم وحبيتيهم واستخدمتيهم. وعندك هنا مواعيدك. انا مثلا روحت قبل كده عن طريق فيزيتا لمركز الاسنان ده، بيقول لي اقيمه، فخليني مثلا ابص عليه كده. انا ماشي افتكرته، خلاص خليني اقيمه. ايه رأيك في زيارة العيادة؟ هديها مثلا 3 نجوم، 4، 5 براحتي. تقييم لخدمة فيزيتا، مدة انتظارك كانت اقل من نص ساعة. لو عندك حاجة تانية تقدر تكتبيها. عرفتي فيزيتا ازاي؟ انا اعتقد ان انا عرفته من الاب ستور، مش من الفيسبوك او جوجل او اي حاجة من الحاجات اللي مكتوبة دي. فاكتب غير ذلك وهقيم. هيقولي شكرا على تقييمك وخلاص. ده فيزيتا. عندك فيزيتا تقدري تحوليه بانجلش براحتك، يعني لو انت مش عايزة عربي. وعندك هنا في الجنب لما بتخشي تعملي لوجن، عندك اعدادات وعن فيزيتا وتصل بنا ومشاركة، دي كل بيانات وكل الكلام اللي عن فيزيتا اتعملت 2013، كل البيانات اللي تقدر تطمنك ان الابليكيشن ده كويس. وعندك هنا الاعدادات، بياناتك، اسمي، رقم التليفون والميل والحاجات دي كلها. وعندك هنا الباسورد، تقدري تغيريه، تقدري تحولي من عربي لانجليش. وبس، ده كان فيديو النهاردة، كان عن ابليكيشن مهم جدا تقدري تنزليه على موبايلك. ويا رب يكون الفيديو فاتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.